إذا أنت تركتيني وبطلت تحبيني. حبيبة وألك فوري شنع بوت في حالة خطيرة بعد الحادث، لا تستطيع المشي. لا يزال وضع وألك فوري الصحي وحبيبته شانا عبود حديث رواد مواقع التواصل الاجتماعي، إذ أنه ومنذ تعرض الفنان اللبناني لحادث سير على طريق جبيل، ويتساءل عشاقه ومحبيه عن تطورات حالته وعلاجه. وفي السياق، انتشر اليوم معلومات جديدة عن وضع حبيبته شانا عبود، إذ كشف موقع الفن نقلا عن معلومات خاصة له أن شانا تعرضت أكثر من وائل للأذى، خصوصا بعد إصابتها في الورك، والتي سببت لها كسرا وأجرت عملية جراحية واضطرت للمكوث في الفراش. وأضاف الموقع أن شانا تعرضت لعدد من الرذوذ التي منعتها من الحركة، حيث يقوم طاقم طبي بخدمتها حتى تتمكن من السير على قدميها من جديد. كذلك أشار الموقع إلى أن المعلومات التي وصلته أفادت أن كفوري تكفل بكامل علاج شانا التي كان وضعها صعب داخل المستشفى نظراً للإصابات التي تعرضت لها في منطقة الورك والحوض والقدمين. سعد مساء جدة. من جهة ثانية، أحيا الفنان اللبناني وألك فوري مؤخراً حفل له في الأردن بعد الحادث، ولفت كفوري الأنظار من خلال حديثه في أول الحفل شاكراً الله على نجاته من الحادث، وقال أنه كتب له عمراً جديداً بفضل دعوات الناس، كما طلب من الجمهور أن يعذره إن حصل بعض التقصير لأنه لا يزال يعاني من أوجاع في الظهر والصدر. وتداول الرواد آنذاك بشكل واسع مقطع فيديو لوائل من الحفل ظهر فيه وهو يعتذر من أحد الحاضرين لعدم قدرته على التقاط صورة سيلفي معه لأن ظهره لا يزال يؤلمه ولا يستطيع الانحناء. على صعيد آخر، خطوة جديدة مفاجئة قامت بها طليقة وائل أنجيلا بشارة تجاهه. وفي التفاصيل، لاحظ المتابعون أن بشارة عادت لمتابعة وائل على إنستغرام بعد الحادث، وذلك بعد أن حذفته بعد طلاقهما والخلافات الكثيرة التي حصلت بينهما، وهو الأمر الذي دفع بالمتابعين إلى التساؤل إن كانت المياه قد عادت إلى مجاريها. الجروح اللي تحملتها وعذابي بهواك.